طبعا التاريخ المرضي الولد كان بيحاول ينفيه. انا الام البطن دي من يومين ثلاثه، الولد تم اجراء عمل اشعه العاديه على البطن واشعه المقطعيه، لقينا جسم غريب، فبدا الكلام او ناخد منه تاريخ مرضي. لا ده هو الموبايل، انا كنت بتكلم في الموبايل، الموبايل وقع في بقي، اصل انا كنت بتكلم فيه، اصل طبعا ده كنت حته منه انكسرت يعني. فطبعا هو قد يكون المريض بيمر بازمه نفسيه وخاصه. طبعا ثبت من اخذ التاريخ المرضي للمريض وبعد التاكد من وجود جسم غريب داخل البطن، فتم تشكيل فريق عمل كامل جدا سريع. الفريق العمل ان احنا الاول اول خطوه ان احنا نحاول نطلع هذا الجسم الغريب او الموبايل من البطن عن طريق المنظار، وفي نفس الوقت بيبقى فيه متجهز غرفه عنايه مركزه، وفي نفس الوقت فريق عمل من جراحه القلب والصدر، وفريق عمل من جراحه الجهاز الهضمي، لان الاشعه اثبتت ان الموبايل محجوز جوه المعده.